أنا النمر. حمد لله على السلام. أنت مين يا ابني بالظبط؟ أنا اللي قتلته أهله ويتمتوه هو عيل صغير هشيم يا رضوان. أنا اللي سرقته حقه وحق أبوه ربيته بيه عيالكوا يا عنتر حالة. أنا الكابوس اللي ما عملتوش حسابه يا رزق يا حراوي. أنا عبد الله ابن ماهر رضوان يا ساغة.